أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين. نعم أنا من الإخوان المسلمين. خن شعبك ولا تخن جماعتك، حقيقة يجسدها بيدق الإرهاب الإخواني خالد المشري رئيس ما يسمى مجلس الدولة في ليبيا. فبنفوذه الواسع يعتبر المشري الحاكم الفعلي للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تتخذ من العاصمة طرابلس ومؤسساتها ستارا للسيطرة على مقدرات ليبيا وإيواء المتطرفين. قفز المشري سريعا على أحداث ليبيا عام 2011 لتنفيذ الأجندة القطرية، ففي عام 2012 شغل أول منصب سياسي له عندما تقلد عضوية المؤتمر الوطني العام قبل أن يرأس اللجنة المالية في المؤتمر بين عامي 2012 و2014، منصب مكنه من سرقة أموال الليبيين ليغدقها على الميليشيات الإرهابية، وهو ما وثقته هيئة الرقابة الإدارية الليبية التي طلبت رفع الحصانة عنه ارتباطا بمخالفات وتجاوزات مالية. المشري لم يسرق الليبيين وحسب، بل راح يستعدي عليهم ويشرع احتلالهم بعدما فتح الباب واسعا أمام مرتزقة أردوغان للتدخل في البلاد لحماية الميليشيات التي يذيقها الجيش الوطني صنوف الخسائر والضربات القاسمة. طلبنا من تركيا رسميا تفعيل الاتفاقية والاستعانة بقوات من تركيا،